النادي الاهلي باللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي في مقابل لعيبه سيري سبورت اللي هم يعني اعتقد ان هم يعني اقل من اي فرقه في الدوري المصري. اه يعني من الفرق المتنافسه على بصراحه يعني هو يعني بنتكلم يعني في مثلا سموحه احسن منهم او او انبي او حتى الفرق الصغيره بتعمل ماتشات تقيله قدام النادي الاهلي. وهي البطوله دي كده. يعني البطوله الكونفدراليه انا مستغرب ازاي احنا ما بناخدهاش طول السنين دي. اه صحيح والله. يعني شيء بس يعني بس الكوره فيها كده يعني الكوره فيها عشان مش مصدق ان الفرقه دي توصل النهائي. يعني في فرق يعني الدفاع الجديد اللي طلعت من الاهلي اقوى منها 100 مره. يعني في فرق اقوى منها 100 مره. انت عارف ان الكوره فيها حظ برضه يعني. فيها نوع من اللحظ. عشان كده يعني من ضمن المواصفات اللي لما تيجي تختار مدرب مثلا ما تجيبش مدرب منحوس. بالظبط. بيعمل كل حاجه بس ما بيكسبش. ما يلزمنيش. انا عايز المحظوظ. انت باخد الوينر. بقول لك حاجه. طالما انت دخلت شوي غريب. مدرب محظوظ ولا منحوس؟ لان شوي غريب اتغلب 7 من الارجنتين ورجع كسب وخد ثالث العالم. راح المنتخب الاولمبي اتغلب كل ماتشاته رايح جاي. راح مسك كمدرب عام مع كابتن حسن. ربنا كرمه وثلاث بطولات. جه مسك لوحده فرق فرق ضعيفه بقى سموحه او الاسماعيلي ما عرفش خرج من كاس مصر وات ايفر. جه منتخب مصر اتغلب كل ماتشاته. لا هو بس الفتره الاخيره مش مركز في الكوره. كابتن شوقي. كابتن عصام عبد المنعم انت كنت رئيس اتحاد وجبت حسن شحاته. هل انت لو كنت رئيس اتحاد حالي بصراحه بعد بكره دي كنت هتجيب شوقي غريب ولا كنت هترجع حسن شحاته ولا كنت هتعمل ايه؟ لا ما كنتش هرجع على حسن ولا هجيب شوقي. فعلا. ايه اسبابك؟ انا يمكن قلت لك مش عارف بقى انا اتكلمت معاك على الهواء واوف اير. كل واحد في حياته في قمه في بيك في فتره بيبقى بيجت على الهواء متوهج. متوهج فيها. لازم تاخده في الفترة دي خلاص. حسن شحاتة التوهج بتاعه راح. تاخده هو لا تقرا ان هو طالع يعني تقرا كان طالع خلاص كان طالع. وهو عمل الاتشيفمنت بتاع حياته انه 3 مرات خلاص مش هتعمل تاني خلاص. ما انت هي كده الدنيا كده. يعني جمال عبد الناصر تأميم القناة وبعد كده يعني في حاجات كده امثلة في الحياة قدامنا انه محدش بيقدر يقعد على القمة كتير. كابتن شوقي قال انا كان لازم امسك بعد حسن. كابتن هاني ابو ريده قال كان شوقي لازم يجي لان الدور عليه. شوف ما ينفعش تبقى نمرة 2 وبعدين تبقى نمرة 1. اللي بيبقى نمرة 1 بيبقى نمرة 1 على طول من الاول كمدير فني على طول. بس في ناس كتير بدات نمرة 2 ولا قليل يعني ما ينفعش. يعني ما ينفعش. هو نمرة 1 بيبقى نمرة 1 من الاول. انت قصدك يعني بعد ما بقيت نمرة 1 ما ينفعش. لا بعد ما بقيت نمرة 2 لفترة ما ينفعش تبقى نمرة 1. سنوات طويلة. ما ينفعش تبقى نمرة 1. 6 سنين. نمرة. طب كنت جبت مين يا كابتن؟ انت طب انت دلوقتي لو رئيس اتحاد. انت ميولك شايف في مدير فني في مصر يصلح يمسك المنتخب في الفترة دي؟ بس منتهى الصراحة انا عارف حضرتك صريح. ولا شايف ان احنا لازم نروح الاجنبي؟ لا انا الاجنبي ما يلزمنيش في المنتخب الوطني على الاطلاق. ابدا. خالص. في النادي ممكن. لان النادي في جنسيات كتير. ده في نادي فيه 6 7 جنسيات. مفيش مانع انه لكن مدرب المنتخب الوطني ده العالم والنشيد والوطن اشياء كتيره جدا معنويه مهمه جدا ما ينفعش فيها للمدرب الوطني. كابتن عصام طب ما خليني زيتش مع الجزائر صنع الفارق مع المنتخب الجزائري. بص في ثقافه مختلفه. هم التانيين طبعا كلهم ما بيتكلموش عربي يعني كلهم عايشين فرنسيه. فهو الراجل التاني بيتكلم فرنسي. فرنسي صح. يعني دي ثقافه مختلفه كلتشر ثانيه خالص غيرنا احنا. يعني حسن شحاته يسمعهم اغاني وطنيه ويسخنهم وبتاع. عمل حاله. عمل حاله في الشارع. نعم. مين يصلح في مصر؟ بمنتهى الصراحه يعني قول لي كابتن عصام منعم لو انا ماسك دلوقتي هجيب ده اللي هجيبه المنتخب. طارق العشري. طارق بجد؟ طارق العشري لازم نلحقه دلوقتي. لازم نكبره دلوقتي. مش حسام البدري. كنا بنحب بلدنا. تيجي ناس كلها عايزه تروح لحسام البدري. حسام البدري معاه تيم. الكيمياء بتاعته مشيت معاه كويس التيم الاولمبي. والاولمبيك جيمز حاجه ما تقلش. لا مهمه جدا. ده هو المنتخب يعتبر. بالظبط. فانا مش عايز اهد هنا عشان يمكن ينجح هنا. لا خلاص ماشي في السكه دي. ونبقى عندي بعد كده 2 3 كويسين جاهزين. يعني شايف ان دلوقتي طارق العشري هو اللي يمسك منتخب مصر. يعني من ناحيه شخصيته من ناحيه امكانياته الفنيه هو طارق العشري. طارق العشري.
تفتكر ممكن يلاقي الدعم وهو بيلعب في الاتحاد السكندري، مش اهلي مش زمالك مش نفس انا خايف الدعم بتاع انا خايف ان اكون انا قلت اسمه واكون يعني قفلت عليه الفرصه يعني. يعني كده تمشي كده في مصر؟ ممكن تمشي كده، اقول لك هقول لك فلان اللي طرحه. طيب انا عايز اقول حاجه بس، عشان كنت قلت يوم الاربع اللي فات يا كابتن